بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه وله. إخواني أخواتي الأعزاء والعزيزات ورسل الأخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه القصة التي نعيشها اليوم يعني عناصر، وسوف أحاول أن أرتبها وأرتب كلمتي يعني على أساسها. أولى هذه العناصر أننا نعيش يعني توفيقا كبيرا، وهذا التوفيق هو رباني أولا، إذ لولا توفيق الله عز وجل لما تيسر لنا أن نكون اليوم نتصدر المشهد الحزبي بالمرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها في مجلس النواب. ولهذا فأردت أن أقول لكم أنه هذا الذي تيسر بسبب الله، بتوفيق الله عز وجل، لا شك أنه كانت له أسباب من جهتكم، وهي أنكم حاولتم دائما أن تستقيموا على منهاج الله. أنا متأكد أنه ليس من الممكن أن تكونوا قد استقمتم دائما وأنا معكم، وهذا يكاد يكون مستحيلا، لكن يعني حاولتم. فأنا أريد أن أقول لكم اليوم ما كنتم تحاولونه عبر يعني سنوات طويلة، وبعضكم منذ وعى ومنذ بلغ الحلم ومنذ يعني أصبح يعني مرتبطا بكل هذا الذي نتحدث عنه، لأن المغاربة والحمد لله مسلمون، وورثوا هذا كابر عن كابر. بطبيعة الحال هنالك جالية يعني يهودية، وأريد بالمناسبة أن أحييها على استقبال الخاص والحار الذي خصتني به لما شاركت معهم في جنازة الفقيد شمعون ليفي. إذن أريد أن أقول لكم هذه العلاقة الخاصة التي حاولتم أن تنسجوها وتحافظوا عليها مع ربكم منذ كنتم أو منذ وعيتم أو منذ انتبهتم أو منذ تبتم، ونحن جميعا نتوب إلى الله في كل مرة، يجب أن تحافظوا عليها وترسخوها أكثر ما يمكن، أكثر ما يمكن. أرجو أن يكون الأخ يعني سوف يعني لا ماشي تحيد كاع، أنت براحتك، لكن أنا إلا بقى هذاك الضوء في عينيا هكذاك وتيمنعني يعني باش نشوف شي وحدين هنا يعز عليا نحضيهم. المسألة الثانية بعد توفيق الله عز وجل، هذا الذي تيسر اليوم هو لأن الشعب المغربي يعني صوت علينا، الشعب المغربي صوت علينا، معناه يعني هو هذا شيء جميل ويستقبل في الأحزاب السياسية حسب التقاليد الديمقراطية بالفرح والانتصار وأشكال، كل واحد يعبر بطريقته. نحن عندنا كذلك طريقتنا في التعبير، نحن كذلك دخل علينا السرور بهذه الثقة وفرحنا بها، لكن بطريقتنا، وهو أننا شعرنا أن هذا كان استجابة لنداء نادينا زمانا طويلا، وجاءت ظروف بعضها بما يسر الله لنا وبعضها بما لا دخل لنا فيه، فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، توفيق الله أو قدر الله أو يعني ما أراد الله. مجموع كل هذا نشعر أن الشعب المغربي استمع أصغى إلى ندائنا، أنصت إلى ندائنا واستجاب لنا. ماذا كنا نقول له في ندائنا؟ كنا نقول له هلم إلينا فإن عندنا خيرا، ها هو قد أصغى وسيأتي ليرى، فماذا سوف يرى يته؟ فنحن نعيش هذا الانتصار بتهيؤ. صحيح فرحنا، لا ما فرحناش، حنا ماشي بشر، فرحنا الحمد لله ومازال فرحانين، وبعض نقول لكم الحمد لله أسباب فرحنا وسرورنا تتضاعف يوما بعد يوم، كان الحمد لله وكان شكر الله. لكن قلنا له يا أيها الشعب المغربي 30 عام ولا شحال حنا تنهضروا معه، وغير مع الدكتور الخطيب 20 عام هذه، الله يرحمه، اسمع لنا شوية بشوية. الشعب المغربي راه ذكي،
ما كيستجبش بسرعه، تا تيميز ياخذ وقت. كاين شعوب كتستجب بسرعه، غير كتسمع شي حاجه وتاي ذكي، ما تاي يحصلكش دائما، تعقبك ملي تعقبك ما تيرملكش دائما، تيحضي تيحصلك، ملي كيحصلك ما كيرحمكش. بلا ما تخلينا نعطيكم المثال، ففهموني مزيان اش تنقول لكم. دابا حنا معاه في المرحلة الأولى، قلنا ليه يا أيها الشعب المغربي إن هنا إننا ندعوك إلى أن تأتي لترافع عندنا أشياء جميلة. استجب لكم وقطع الورقة ولا كرش عليها باش يجي يشوف. دابا غادي يشوف. إذا أنا دابا كنقول لكم كتسول على المستقبل، المستقبل يعلمه الله، ولكن غنقول لكم الأمور غادي تتجه، وسيبدأ بالأصعب. إذا جاء وبدا كيشوف بالأول ماشي نتائج وماشي الأرقام، هذا الشيء يقدر يتسامح معكم فيه، ولكن يشوف باللي في العمق التصرفات ديالكم فيها شي حاجة، كاين شي حاجة صحيحة حقيقية ماشي لا المعقول، غادي يفرح وغادي يزيد معكم. ولا ما وصلوش النتائج بسرعة غادي يقول ها هي جاية، باين باين باين. الله يرحم السي بن عبد الله الوكوتي، نهار اللي بغى يتزوج مشى عند واحد السيد خطب منه، كان قيد، كان قيد، حيدوه من القيادة، مشى كيعتذر للسيد قال له ودي صافي راني هاد القضية ديال الزواج ديالنا مع بنتك ما بغيتش. قال له علاش؟ قال له ودي ملي جيت عندك كنخطب راني كنت قايد، دابا ما تليتش، فما ما غاديش يكون معقول نستمر في واحد العقد اللي انا تغيرت فيه الوضعية ديالي بهذه الطريقة هذه. قال له شوف السي فلان، النهار اللي جي عندي ما عطيتكش بنتي حيت انت قايد، عطيتك بنتي حيت بنتي ليا راجل مزيان، وعطيتك بنتي حيت بنتي ليا راجل قاري، وقلت هذا اللي مزيان واللي قاري الطرف ديال الخبز غيصوروا غيصوروا ان شاء الله، خليك على العقد ديالك، راه هي اللي دارت معها الوليدات اليوم، الله يرحمه ويجل عليه الرحمات. فاليوم انا كنقول لكم وغنبدا بالصعيبه، الى شاف شي حاجه ماشي هي هذيك راه غيبدا يبدا، واخا داك 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 اللعيبات ونخرجوا شي حاجه في الجريده ولا هذا الى اخره الاخره، ما داكشي زعما ماشي نوار تيعيق وتيفهم وتيعرف في العمق، ما تيعبرش دائما تو سويت، ماشي عنده لا تاخذ الوقت. وفي الاخر الى مشى حتى تخلى عليكم مشيتي، طبعا لا تخلى عليكم الله مشيتي، لا تخلى عليكم الشعب مشيتي، الاخرى واللي هي اللي كنتمناو هي اللي غتكون ان شاء الله الرحمن الرحيم، وانه غادي يجي وغيبدا يلمس المعقول، غير يلمس المعقول انا غنبدا من التحت، كل واحد من العداله والتنميه ماشي نوار برا من عين. اليوم كل واحد في العداله والتنميه خصو ينتبه، ينتبه ما بقاش كل واحد، كل واحد كينتمي للعداله والتنميه ينتبه، ما بقاش ديال راسو ولا الناس كلهم تيشوفوا فيه ماشي يولي منافق، لا ولا يصطنع الاستقامه ولا يصطنع النزاهه والشفافيه ودوك الكلمات كلهم اللي كل وحده فيهم قد جبل تبقى باش ما نقولش الكلمين نزار، يعني دوك الكلمات كلهم يعرف يعني راسو اللي مضطر يجسدهم، وين عاوتاني مشي يتعصب لينا تيبلوكي لينا كل شيء، فهمتي راه اللوكات عاوتاني تا هو لا ضرر ولا ضرار، تمشي الامور في الاطار ديال المعقول وديال المصلحة العامة والمقاصد وداك داك الثقافة ديالنا كلها، ولا خاصها تكون شي حاجة تصلوا للإخوان اللي كيفهموا في داك الشيء يذكروكم. أحرار أخرين اللي أعضاء الكتابة المحلية والكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية، والحمد لله والأمانة العامة والمجلس الوطني، دابا الحمد لله وليت كنحفظهم بالترتيب الحمد لله. باقي واحد الهيئة سميتها يلا هذيك الجديده سميتها شنو قلتي اللجان المحليه، هذه هي الاولى، عجيب اخرين احرنتم من عمل سيدي
سعادة النواب البرلمانيين المحترمين، كنتمنى ما تحشموش العدالة والأمنية بعد الله خص يشد فيكم الشعب ويبقى شد فيكم الشعب. أنا عارف باللي كاين شي وحدين يعني دوزوا سنوات وهما كيشوفوا كيفاش يديروا لينا ويمكرون بنا وهذا إلى آخره. هذوك هاد الودن ما كيحركوهاش ليا، هاد الصغير وراه ماشي هذه كلها غير هاد الصغير. ولكني علاش سكتي؟ إذا نتوما فهمتيو هاد الشيء والتزمتيو به، لأنه في النهاية علاش ما تيغلب علاش ما تيحرك ليا داك الشيء؟ حيت هذاك الشيء ديالهم ما كنعرف ليش، ما غندخلش معاهم فيه، ما كنفهمش فيه، وما ماشي شغال ماشي شغال. إلا كان في المكر في الشرع ما مكلفنيش به، واخا يمكروا الاخرين انا ما دخلتش في الموضوع، لهم واسع النظر. ان هذوك الله يخليكم ما تبقوش مشطونين بيهم، انتم خدموا ديروا شغلكم. هذوك انا ما تنتكلمش على الخصوم ديالنا، ما تنتكلمش على المتنافسين معنا، كاين واحد مخلوقات الله كيعاديونا، ما بغاوناش الشكل ديالنا، ما بغاوهاش، ما بغاوش هاد الجنس، ما بغاوش ما بغاوش يشوفوه. خاصهم يا اما يكون معرفين، مهم ما يبانش ما يبانش، فهمتيني ولا لا؟ اليوم كنقول لكم ما تبقوش مشطونين معاهم، ما تبقوش مشطونين معاهم. انتم نديروا، قال لي واحد المره ابو زيد المقرئ الادريسي، قال لي المصريين تيقولوا سير عديل يحتار عدوك فيك. هادو مع الاسف ماشي هما اللي اعداء ديالنا، حنا ما معادينهمش، حنا ما تنعاديوش الناس، هما اللي دايرين اعداء ديالهم، او هذا الذي يدل عليه عمله. ملي توصل للحبس، ملي وصلوا لك جامع الحبس، صعيب يقول لك هذا الشيء في اطار الود والمجامله، صعيب. فهمنا؟ اذا انتوما طلبت منكم باش تردوا البال مع سيدي ربي، ودابا تنطلب منكم باش تردوا البال مع الشعب المغربي بالصدق، ماشي بداك الشيء ديال فهمتيني ولا لا؟ بداو تجاراو مع الناس على الكنايز. اللي قال لي واحد المره السي عز الدين، قال لك واحد الحمله انتخابيه واحد السيده مات وجاو المرشحين كيتنافسوا، شي كيجري جاب الطوموبيل، شي كيجري جاب الكفن، شي كيجري، واحد السيده قالت لهم هو اللي بغى يموت هذه هي المناسبه.